هنعمل مع بعض النهاردة أحلى صينية سي فود، يعني فواكه بحر مشكلة بطريقة لذيذة جدا، كلها هتبقى في صينية واحدة. تعالوا نشوف إيه هي مقاديرنا. أول حاجة عندي السمكة السلمون، سمكة السلمون كبيرة حلوة ومخلية، عندي جمبري جامبو وسلمون مدخن، عندنا المكرونة شرايط هتكون مسلوقة، ثوم، كمون، ليمون، خل وملح وبابريكا، بصل أخضر، عندي الفلفل الأخضر الحار، فلفل أحمر حار، والشبت توت مشكل، وعندنا كريمة الطبخ، صلصة وتوم ومرقة خضروات وريحان مع النشا، وهنقدم كمان الطبق معانا هيكون فيه بطاطس مهروسة وهقول لكم على الطريقة. أول حاجة عايزة أعملها أن أنا أتبل السمكة بتاعتي وأدخلها الفرن، وبعد كده نبدأ بقى نشتغل مع بعض مع إيه؟ مع بقية المقادير بتاعتنا الحلوة قوي. سمكة سلمون لذيذة وسهلة جدا جدا عمايلها. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هجيب صينية تخش الفرن، هكون مسخنة الفرن قبلها، عايزاه يكون حامي شوية اهو كده، وهبدأ بالتتبيلة. تعالوا احط التتبيلة بتاعتي كلها في بولة، يلا بينا. هحط هنا الخل، هحط ثوم، ليمون، كمون، بابريكا، والفلفل بتاعنا الجميل، الملح، وتعالوا هنا شوية من الزيت، ويلا بينا نقلب بقى الخليط الجميل ده كده، وايه ندي تتبيلة محترمة حلوة. بصوا الجمال اهو كده، وهقوم بدخليها الفرن هسيبها في الفرن لحد ما تاخد شويتها المحترمة، وهجيب بقى هنا الجمبري بتاعي هحطه في الخلطة الجميلة بتاعتي اهو كده، يلا بينا اهو كده، بس هزود معاه الايه الشبت، ونقلب تقليبة حلوة، وانا بحب الجمبري يكون بالديل بتاعه، وهقوم حطاه في الوك بتاعي علشان يستوي. بصوا بقى كده، وايه والجمبري بدأ ياخد سوى لذيذ جدا جدا، يا سلام يا سلام. تعالوا بقى نعمل مع بعض المكرونة ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجة هعملها ان انا هحط شوية من الزيت هنزل، يلا شايفين بسم الله الثوم، وهننزل الشبت، وهاخد فصين ثلاثة من الريحان، هنقلب حلو قوي قوي، ويلا بينا نحط الكريمة بتاعتي. الله على الريحة الحلوة، شوية من الملح، شوية من الفلفل، وبعد كده هضيف عليها كده صلصة، احنا عايزين نعمل بينك باستا كده، لونها بس ايه يتغير سنة، روزيه باستا لذيذة جدا. هجيب هنا معلقتين من النشا وهدوبهم مع المية،
الله يا جماعة، ريحة الباستا قد ايه جميلة. عملت ايه؟ حطيت التومة، بعد كده معاها على طول بقدونس لو موجود، شبت بيكون جميل جدا، الريحان يا السلام، وحطينا الكريمة، وحطينا كمان الصلصة، ودلوقتي انا حطيت معاكو النشا، دوبته في ميه، واوعوا تنسوا تدوبوه في ميه علشان مش عايزينه يكلكع، انا عايزاه يبقى كريمي ولذيذ بس مش عايزاه انه يكلكع معاكم. اوكي، والجمبري هنا عندي، بصوا لون المكرونه او لون الصوص بتاعي الكريمي بقى بينك شويه، الروزيه ده هو ده اللي انا عايزاه اهو، وبصوا بدات تتقل ازاي، جميل قوي. ساعتها اقوم منزله الايه المكرونه بتاعتي كده. عندي هنا الجمبري جاهز، يلا وهبدا بقى في التقديم. عندي هنا البطاطس البيريه، البطاطس المسلوقه بتاعتي عاملاها ازاي، تعالوا اقول لكم ان انا حاطه معاها بقدونس وتوم وكريمه ملح وفلفل، بتطلع حلوه 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 جدا، مختلفه ولذيذه، وبتديني كمان طعم مش عايزه اقول لكم جماله. احنا عايزين ندخل كل الطعم مع بعض. تعالوا هنا اخد شويه من الكريمه اللي احنا عاملينها الحلوه، وايه تتحط مع البطاطس الجميله بتاعتنا، شوفوا بقى جمالها، الله 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 كده. هجيب هنا كده هحطه الاول في النص، وايه هبدا اعمله كده، يلا شوفوا بقى جمال الايه التتبيله، وهي بصوا كده وهي سخنه وبتطلع معايا اهو. بصوا بقى كده عندي المكرونه بقت كريمي جميله جدا، وعندي بقى الجمبري اهو، نبدا ايه ان انا اعمله كده، ايوه عايزه اطلعه من غير الايه الصوص بتاعه، ويبدا يترص كده. الله 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 اهو كده الصوص بقى بتاعنا الحلو ده، هنزل منه شويه على الايه السمكه بتاعتنا الحلوه مع البطاطس. بصوا بقى هجيب السموك سالمون بتاعنا، وهنزل عليه الليمون كده، رشه الملح كده، وهبدا في ايه في التشكيل بتاعي ليه في طبقنا الجميل.